السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام متابعين على قناة ميدو برباوي، أهلا بكم. لهنايا من مجنان تاعي هذا نوصلكم تحية وسلام ونقول لكم واش راكم، إن شاء الله راكم ملاح وراكم بخير. ولا البارح المنتخب الوطني المنتخب الجزائري أخسر المباراة مع الكوت ديفوار وودع البطولة كأس إفريقيا للأمم. هذا ما يعنيش انه كيخرج المنتخب الوطني انه راح تتغير الدنيا، او كون ربح ومشى وداو الكاس تاني راح تتغير، ما راح حتى حاجه راح تتغير. كل واحد راح يبقى في الشيء اللي راه فيه، لي مول في يدير لاشان على الزيت راح يدير لاشان على الزيت، واللي مول في بوس اليدين راح يبوس اليدين، واللي عايش في التفويض راح يبقى عايش في التفويض. يعني صافي هذه افريقيا ما راحش تبدل فيها حتى حاجه، سمعتوني احبابي، ما كانش حاجه راح تبدل، وانما يعني شفت الاعلام راح طايح على بالماضي وطايح على محرز وطايح على اللي جواره ومش عارف منا، وكاين الاعلام الشقيق يعني الاخوه الاعلاميين في في في, في الدول الشقيقه كاين اللي يقولك حتى انه المنتخب الوطني كان منفوخ اعلاميا، مش عارف يعني اذا كان منفوخ اعلاميا ل 35 مباراه مش نفخ اعلامي بدون هزيمه. دا كاس افريقيا 2019 مش نفخ اعلامي، هذه حقيقه. دا كاس العرب هذه حقيقه ثاني كيف كيف. واش هو النفخ الاعلامي؟ مانيش عارف يعني بالمنظور تاعهم هو واش هو النفخ الاعلامي، ما على باليش. ليسونسيال حنايا كجزائريين خرجنا من المباراه هذه وخرجنا من المسابقه هذه وخلينا الاشقاء ان شاء الله يدوا الكاس. عندنا المنتخب التونسي اللي انهزم في مباراتين وربح واحده، يعني راه قدام نيجيريا ان شاء الله يحقق النتيجه ايجابيه ويفوت نيجيريا ويرسل على الدور المقبل. عندنا كيف كيف مصر ان شاء الله في المصطاد اللي لعبنا فيه حنايا، مصطاد الكارثه هذاك، وفي الاجواء اللي لعبنا فيها حنايا راح يتقابلوا مع الكوت ديفوار، ان شاء الله يقدموا مباراه احسن منا، وان شاء الله يكونوا في الموعد احسن منا وينجحوا ويروحوا الدور المقبل. اما المنتخب المغربي متاكد 100%، يعني متاكد موش علم هذا، وانما المنتخب المالاوي مش منتخب اللي يحرج المنتخب المغربي، وان شاء الله نقولوا كيف كيف ثاني ان شاء الله يفوت للدور المقبل. هذا تمنياتنا احنا كجزائريين للاخوه الاشقاء العرب في الادوار المقبله، وان شاء الله يكون الكاس ان شاء الله تكون الكاس عربيه تجيبوها من دوله الكاميرون، الا انه هذا يعني صافي راح تقدر تقول من المستحيلات السبع انه الكاس تخرج من الكاميرون، لان الكولسة وال الاشياء اللي صرات في الكاميرون يعلم بها غير ربي. ليسونسيال خوتي تهلاو في رواحكم، وكما قلت لكم هذا جنان تاعينا يا راح ان شاء الله ربي يرزقكم كيما هكذا. واذا كان احتجتوا التمر تاني قولوا لي. باي باي، سلام.